الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود خطة التحول إلى الحكومة الرقمية. قصف صاروخي على مقر للتحالف الدولي بمحيط مطار بغداد. اليوم قمة رباعية في باريس حول أوكرانيا وتظاهرات في كييف تحذر من التنازلات. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قال إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطة الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي. أكدت مصادر وشهود عيان سقوط الصواريخ لم يحدد طبيعتها بالقرب من مطار بغداد الدولي. وقالت المصادر إن الصواريخ استهدفت مدرجا للطائرات العسكرية في مقر لقوات التحالف الدولي في محيط المطار، بينما انطلقت صافرات الإنذار بعد الحادث تحسبا لهجمات أخرى. وصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك زيارته للولايات المتحدة بالتاريخية، مؤكدا أنها أتاحت الفرصة لعكس وجهة نظر السودان. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن السودان استطاع تقليص الشروط الأمريكية عبر الحوار من 7 شروط إلى 2، هما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاق على التعويضات بالنسبة لأسر الضحايا. شهدت مدينة اسطنبول التركية مظاهرة كبيرة ضد سياسات أردوغان الداخلية والخارجية ونهج الحكومة في رفع الأسعار والضرائب. شارك في المظاهرة آلاف الشباب والعمال والموظفين تلبية لنداء من حزب الكادحين. هذا وارتفعت حالات الانتحار بين صفوف الشباب التركي جراء سياسات أردوغان الاقتصادية التي أفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها. يعقد قادة فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا اجتماعا اليوم في باريس فيما عرف باسم رباعية نورماندي في مسعى لدعم جهود التواصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا. وقبيل هذه القمة تجمع متظاهرون أمام المكتب الرئاسي في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث حذر المتظاهرون الرئيس فلاديمير زيلينسكي من التنازل من مصالح أوكرانيا، وذلك خلال مباحثات باريس، وهددوا أيضا بالدخول في اعتصامات مفتوحة في حال التوصل لتسويات غير مرضية للوضع في شرق أوكرانيا. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.